صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. كده القصة رايحة في طريق تاني خالص. كنا بنتكلم في احتمالية حرب علشان باريس خد معاه هيلين وجوزها الملك منيلاوس بيدور عليها، لقينا نفسنا داخلين على محاكمة. كده كملت على الآخر. طبعا يا كير، ده بروتيوس ملك مصر ما عندوش يا مرحمين. أول لما سمع إن باريس واخد معاه هيليني وبيقول عليها مراته، وإن العبيد بقى بيقولوا إيه، بيقولوا إنها مرات ملك مينيلاوس ملك سبارتا، وكمان واخد الذهب بتاع مينيلاوس، فتلاقي الدم غلي في عروقه وقال إنه هيحاكمه وكل واحد ياخد حقه. بس شفت يا نادر، الملك بروتيوس ده طلع حويت قوي لما الكاهن بتاع معبد أمون وهركليز حكاله على كلام العبيد. شك إن ممكن يكون كلامهم في حق باريس يطلع غلط علشان ما يرجعوش تاني للعبودية، فبعت منادي في المدينة يدور على حد زار سبارتا قبل كده يمكن يتعرف على هيليني. عارفة يا غدير، باريس لما ابتدى رحلته من مدينة رواضة وكان رايح سبارتا ما كانش متخيل ان كل ده هيحصل. ما كانش عارف ان العواصف ممكن تدمر بعض سفنه او يتسرق ويخسر كل كنوزه وسفينتين من اسطوله، ودلوقتي اتسجن وهيتقدم للمحاكمة. كان فاكر ان رحلة العودة لطروادة هتبقى سهلة زي رحلته لحد ما وصل سبارتا، كان فاكرها نزهة وانه هياخد هيليني ويمشي بالسهل. قول كمان يا هدهد انه لو نجح وعرف يخرج من مصر بالسلامة ووصل لطروادة، ايه اللي هيكون مستنيه هناك؟ يا اما هيلاقي الرسول اللي بعته منيلاوس هو واخوه أجاممنون علشان يقابلوا الملك بريامش والد باريس ويحكوا له على اللي حصل ويرجعوا هيليني، يا اما هيلاقي الحرب. الله اعلم يا بكير، دي حاجة تحير يا جدعان والله. بدل ما تحتار انت وهو، تعال نروح قصر الملك بروتيوس ونعرف ايه اللي هيحصل في المحاكمة دي. مولاي الملك بروتيوس المعظم ابن الاله رع، ملك مصر العليا والسفلى، الكاهن الاعظم موجود على الباب يا مولاي، وكمان كل المتهمين جاهزين للمثول قدام جلالتك، والشهود كمان واقفين مستنين أوامر جلالتك. خليهم كلهم يدخلوا، وزيري والمستشارين بتوعي وباقي الكهنة اللي موجودين دلوقتي هيكونوا شهود على المحاكمة هنا في القاعة. أوامر جلالتك يا مولاي. مولاي الملك بروتيوس المعظم سمح لكم بالدخول، جلالته مستنيكم جوه القاعة، اتفضلوا. شرف ليا أقابل جلالتك مرة تانية في خلال يومين. تفضل اقعد على كرسيك يا حضرة الكاهن. مولاي الملك بروتيوس، شرف ليا إني آجي إيجيبتوس وأقابل جلالتك، ويؤسفني إني أكون في موضع اتهام. أهلا يا أمير باريس، أنا كمان يؤسفني إن تكون أول زيارة ليك هنا وتكون في موضع الاتهام، لكن أي حد يكون على أرض كيمت أو زي ما أنتم بتسموها إيجيبتوس لازم ياخد حقه. تفضل اقعد يا أمير لحد ما أطلب دفاعك. شكرا يا جلالة الملك. بشكر جلالتك يا ملك على سماحك لي بالإقامة في جناح الأميرة بنت جلالتك أنا وصفاتي. أي أميرة أو ملكة بتكون على أرض كيمت لازم تحصل على كل سبل الراحة وتحس كأنها في قصرها. أتمنى تكوني ارتحتي هنا في القصر يا ملكة هيليني. أكيد يا جلالة الملك، أنا فعلا حسيت كأني في قصري بالظبط، وتشرفت بمقابلة زوجتك وباقي أولادك، وكانوا نعم الأهل في الغربة. تفضلي عودي يا جلالة الملك. وانتم أكيد العبيد اللي حصلتم على حريتكم في معبد الإله آمون. أيوة إحنا يا مولاي.
شرف لينا مقابلة جلالتك. اتفضل يا حضرة الكاهن الأعظم، قول اتهامك. من حوالي 10 أيام في حجرة الإله آمون والبطر الكليز جالي في قدس الأقداس الخدم والعبيد اللي واقفين قدام جلالتك وطلبوا الاستجارة بالمعبد وتحريرهم من العبودية، وده حق أي حد يوصل للمعبد. وبعدها جالي الأمير بارس ومعاه الملكة هيلين وقال لي إنها مراته وإنهم جم المعبد يقدموا الكرابين لآلهة المعبد. وساعتها عرف الأمير إن العبيد تحرروا من خدمته. وساعتها طبعا عرض عليك الكنوز يا حضرة الكاهن علشان يسترد عبيده. الأمير افتكر يا مولاي إن يقدر يشتري ذمتي بكنوزه، وإني ممكن أرجع في كلامي وأخلف الوعد اللي وعدته للإله أمون، وعده لأي عبد يوصل مقصورته ورجع العبيد لخدمته من تاني. اعذره يا حضرة الكاهن، واضح إن الأمير غريب عن أرض كيمت وما يعرفش أعرفنا ولا قوانيننا ولا حتى آلهتنا المعظمة. أمرك يا مولاي. أعذر، أنا ممكن أعذر في اللي يخصني، لكن كلام عبيده عن الملكة اللي معاه واللي قال عليها زوجته غير كلامهم عن الكنوز. ما افتكرش إنه ممكن أي حد يعذره علشان. يا خدم، عايزكم تقولولي الكلام اللي قلتوه بالحرف للكاهن الأعظم. يا جلالة الملك، احنا خرجنا من مدينة طروادة مع الأمير بارس علشان نروح جزيرة سلاميس ونحارب ونرجع الأميرة هيسيوني عمة الأمير بارس اللي اتخطفت زمان من طروادة، لكن لقينا الأسطول كله راح جزيرة سبارتا، وهناك استقبلنا الملك مينيلاوس ملك سبارتا أحسن استقبال، كأننا في احتفال مش رايحين نحارب. وفي ليلة من الليالي يا جلالة الملك، بعد سفر الملك مينيلاوس، لقينا الأمير بارس بيأمر الأسطول إنه يتحرك، وقبل التحرك بدقايق لقينا الملكة هيلين زوجة الملك مينيلاوس هي ووصيفتها جايين يركبوا السفينة الرئيسية مع الأمير بارس، ومعاهم الصندوق ده اللي مليان كنوز. وبعد كام يوم من السفر حصلت عواصف اتسببت في شرخ بعض السفن وانكسر السير بتاعهم، واضطرينا نقف نصلحهم. وبعدها اضطرينا نزور مدينة صيدا علشان نشتري شوية حاجات بدل اللي فقدناها في العاصفة. وهناك يا جلالة الملك لقينا الأمير بارس بيعلن انه اتجوز من الملكة هيلين. طيب ازاي ده يحصل واحنا عارفين انها مرات الملك مينيلاوس ملك سبارتا، الملك اللي اكرم ضيافتنا في جزيرته؟ وصندوق الكنوز اللي قدمه الأمير في المعبد هو نفسه الصندوق اللي جه مع الملكة هيلين من قصرها في سبارتا، انا اللي شلته بايديا دول. يعني ده مش صندوق الأمير بارس ولا دي كنوزه يا جلالة الملك. تفضل يا أمير بارس، قول دفاع. مولاي جلالة الملك فوغوتيوس، احنا فعلا خرجنا من الحرب، لكن بإلهام من الآلهة دلونا على جزيرة سبارتا علشان نروح هناك ونحل الموضوع بطريقة سلمية. وهناك اتعرفت بجلالة الملكة هيلين، وكانت في خلاف مع الملك مينيلاوس جوزها الأول. يعني بتعترف يا أمير إن الملك مينيلاوس جوزها؟ سؤال الحلقة 44، من هو ملك مصر المذكور في الحلقة؟ الملك مينا؟ الملك زوسر؟ الملك بروتيوس؟ ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير، غدير وبكير
في عالم الأساطير. تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدية حسين.